Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Jamal. Happy birthday to you. سنة حلوة يا جميل. سنة حلوة يا جميل. سنة حلوة يا جمال. سنة حلوة يا جميل. الزغرات ازاي عندكم؟ جيبوا له سكينه بقى يقطع. شكرا جزيلا. شكرا شكرا. بحب اجي على هي الاسواق، بحب اجي على الاراني، نحن ربينا فيها يعني. هي انا بيت اهلي قريب من هون، نحن ربينا بهالمنطقه، كل اصدقائنا هون، ويعني هي طفولتنا وشبابنا كلياته عشناه بهالاراني هي. فيعني الها بالنسبه لنا يعني قيمه روحيه كثير كبيره، والدفء والحنان اللي بيحسه الانسان بهي الاماكن يعني كثير عجيب، والترحاب اللي بيشوفه من قبل الناس العاديين، الناس البسطاء، طريقه السلام تبعهم الغير متكلف. انا خلقت بحي شعبي جدا بالشام، يعني انا خلقان بتم باب سريشي. اوكي. وجنبي ابر عاتكه، وجنبي بستان الزاغه وبستان الحجر وكذا، وباب الجابيه وكل الاماكن هاي. وانا شفته، انا جدي يعني زلمه كان تماما بيشبه ابو الحسن بلبسه وطريقه جدي ابو امي. ايه بالضبط. وهلا الوالده بتقعد بتتفرج، هي سعيده جدا انه بذكرها بابوها. يا حبيبتي. فانا بعرف هدول الناس وبعرف طريقتهم بالحكي. جمهورك مرحبا نكسفه. يلا سلام. وبصراحه انا ما اقدرش اكسف الفول بصراحه. هذه هي تبعك، الله يوفقك. لقلبي تبعك. قد ايه طيب؟ خلص يعني. فانا يعني مشكلين ذاكرتي وانا طفل، يعني انا حتى من فتره صغيره بقى راجع بالليل، كان وقت متاخر فما كان في زحمه، فقلت بدي اروح شوف دار الحضانه اللي انا درست فيها. فدخلت، لاني ماني ساكن بنفس المنطقه، فدخلت هي حارات ضيقه جدا، فدخلت بالسيارة يعني لجوا وكذا. هي بيت عربي قديم، يعني بيت مثل البيوت اللي بتشوفيهم بمسلسل أهل الراية. فلقيتها لساتها موجودة، وفي مواجهة حمام قديم، حمام تركي اسمه حمام التيروزي. تيروزي موجود لساته، والبيوت موجودة. أنا صدى كلام هدول الناس والطريقة اللي بيحكوا فيها، كذا لساتها عايشة بوجداني وذاكرتي. نفوت هون في منطقة عنا اسمها الأبائبية، لانه بيعملوا فيها ابائيب. وبيعملوا فيها الكراسي الخشب القديمه. هي اسمها الابائبيه. وجنبها في سوق انتو النساء بتحبوه كتير، هو سوق الذهب. شقفه هي من الكره الارضيه، واحده من اعرق واقدم واقدس الكيلومترات في العالم. هون الجامع الاموي الشهير، وهون هذا معبد جوبيتر يلي قبل منه كان عدة معابد، يعني قبل حتى المسيحية وقبل المرحلة الوثنية. وبعدين صار معبد جوبيتر، وبعدين صار يعني كنيسة مسيحية. والمسجد الأموي انت بتعرفين انه لزمن طويل كان نصفه كنيسة ونصفه مسجد، لحد بعدين ما صار كلياته مسجد، مقابل انه اعتقد هشام بن عبد الملك اعطى الاخوان المسيحيين ارض اخرى لحتى يبنوا عليهم عليها الكنيسه اللي هي اسم الكنيسه المريميه الان. واصبح هذا كلياته مسجد. طبعا هذا المسجد في شيء استثنائي، انه في ضريح لاحد القديسين المسيحيين، فكيف وهو قديس ضل نحن بنقول له النبي يحيى. يعني عنده اسمه يوحنا. يوحنا. ففي ضريح لقديس مسيحي في وسط الجامع الاموي. لا انا بدي اهديكي هاي علبه الموزايك اللي عليها خريطه سوريا وعلم سوريا، عشان تحطي خواتمك فيها. هيك تحطي الخواتم. انا طبعا هشكرك على الهديه دي، وانا هديك سيف. ايه رايك بقى؟ احنا نهدي بعض النهارده. شكرا شكرا جزيلا. عشان بس ما تذبحش بيه حد. لا هو اساسا هذا ما بيذبح حدا. هو هذا معمول ديكور. واتمنى امنيه عشان هاجي لك السنه الجايه تقول لي اتحققت ولا لا. ها هتقول لي عليها بعد الحلقه. اوكي.
شكرا على كرم اهل سوريا. لك ذوق. سعادة الممثل الكبرى مش مثل ما بتخيلوا بعض الناس، يعني انه بالفلوس اللي بياخدها او بحياة الرفاهية اللي بيعيشها، هي سعادته بانه الناس تقول له انه انت كنت رائع. الكلمة دي تسوى الدنيا.